مشهد واحد، ما هو الأصل دايماً واحد، وعلى الأصل دور. التحطيب هنا لغة ما يفهمهاش غير المتعلم، علام من غير كتاب كده ولا كراس، علام محتاج سنين عشان يرسى في الراس. العصا في الإيد والتانية بتحمي الراس. احنا دلوقتي في انا شايفه حواليا اهي، دي رقصه صعيدي بالظبط كده. تمام صح كده، منطقتنا بقى. معلش بلدنا. انا اسف. امال منطقتنا بس برضه هنديكي فرصتك قولي بقى. يعني انت عارفه احمد في طبعا. الحاجات دي، وبعدين ماسك النبوت. اصل المشهد اللي احنا هنعمله في الفيلم يعني اعاده ريميك لتايتانيك. فهو احمد دي مهمه قوي. مع ليوناردو دي كابريو هيلبوا النبوت، هيغرق بقى، مفيش حب وبتاعه الوقفه اللي عندنا ونكمل. مش هنضيع وقت، بياخدوا على جنب، ارزعوا على واحد نبوت والموضوع يخلص. وسوسن بتقف لوحدها تعمل كده على المركب، مش قضيه. فقولي لي بقى، اصل طبعا احنا عارفين انه مفيش محفل ولا حفله في العالم وارد فيها اسم مصر فيما يخص الفنون الشعبيه الا طبعا يكون الرقص الصعيدي والتحطيب. احكي لي بقى. طبعا هو الصعيدي انواع، في جوه انواع التحطيب والرقص بالعصاية والغوازي. الرقصة الصعيدي دي اصلا من جنوب الصعيد. التحطيب ده والعصا دي اصلا لعبة بيلعبوها من العصر للمغرب. ينزلوا يلعبوا مع بعض، بس اللعبة كانت مش حرب، يعني مش منافسة بس كان ليها قاعدة. ما ينفعش انه العمدة يخسر، يعني ما ينفعش حد من العادي وهو بيلعب يغلب ابن العمدة، كان لازم هو اللي يكسب. وطبعا حاجه المشكله دي عملت حزازات كبيره اللي وصلت للطار والكلام ده كله. وطبعا اللي احنا بنعمله بقى دلوقتي، اللي طبعا هم اشهر ثلاثه في الفولكلور اللي عملوا الفولكلور اصلا، طبعا استاذ محمود رضا ومدام فريده واستاذ علي رضا في الاصل طبعا، وطبعا استاذ علي اسماعيل الموسيقار طبعا. هم دول اللي عملوا تابلو الفولكلور، يعني هم اساس الابداع. استاذه نسمه، انت تحملين باسبورا دبلوماسيا لانك بتلعبي دور دبلوماسي فني في حاجه تبع اليونسكو. ايه بقى؟ السياف، منظمه السياف. دي اللي هي بتعمل منظمه إيه؟ السياف دي اندر اليونسكو، سبلمنتري كده منها. منظمه نون بروفيت اورجانيزيشن، هي منظمه غير هادفه للربح. بتحيي التراث في العالم كله، كل بلد وليها مكتب. انا ممثله مصر المكتب الشباب، بنعرف الناس ايه التراث المصري في الفولكلور بتاعنا. مش حاجه، مش اي احنا بنعمل تايتانيك بعد كده، الموضوع طلع كبير. بالظبط، بنعرف الناس ايه التراث المصري بتاعنا، بنروح نوري لهم كل اشكاله ونعمل برزنتيشن عنه. بنحكي فيه عن كل حاجه، لدرجه ان احنا بنتكلم كمان عن الالعاب الشعبيه بتاعتنا. يا سلام. طبعا فكده، فعشان كده التحطيب اصبح من اللعبه اللي تحولت الى فولكلور. بالظبط بالظبط، يعني التحطيب نوع من الانواع الالعاب الشعبيه المصريه. فهم بيلعبوها وبيبتدوا اتعمل منها بقى، تطورت وابتدى استاذ محمود رضا يعمل عمل لها تابلو. طبعا حضرتك عارفه انه الاساس بتاعها ما فيهوش رقص رجاله مع ستات. صح، ستات لوحدها ورجاله. برضو بيني وبينك استغربت. بالظبط. لا هو طبعا تطورت، واستاذ محمود رضا طبعا هو اللي تطورها. وابتدت بقى عمل ميكس ما بين التحطيب ورقص العصا والكلام ده كله بدخول الستات، بعمل لها شكل. طب والنبي معلش ناولوني نبوت. ده مش كان نبوت. من حاجة شجرة كده، بلوط ولا مش عارف ايه كده، كان نبوت بجد زمان. بالظبط. دي عصب ساعة. لا ده مش عصب. خفيف. ايوه. اصل انا كنت دايما اقعد اقول ايه، طب ده احنا مش محتاجين نتعلم. لا انا عايز اقول هات اما نعمل كده. طب اسمها ايه اللي هي بقى؟ محمود مرسي مع ويرعشوا قوي، قال يعني يعني جامدة. هو المشاهد اللي هي كام ده قوي دي، خدي يا ابني.
السيد حضن النبوت، والنبوت من خشب التوت، يا توت ملون عالي يا توت، والرجل الحق اللي يضرب بحرفنة ومعلمة، والرجل الجد اللي ما يقولش لا. هلعب معاه بالنبوت ولا مش هلعب؟ لا هو بقى يتعلم رجالي. احنا هنتعلم بقى ترقصي زيهم الخاص بينا. صح كده؟ عشان تعرف ان انا حافظ. بس مدينك الفرصه ده انت لا موضوع كبير. لا ده كبير بس قوي. احنا فاهمين كل وسوهاج. حاجه سوهاج بلد ناس. المواويل طبعا دي طبعا. دي اكتر ناس مشهوره. انت من سوهاج بلد المواويل؟ لا ده انا قلت قبل كده في حاجه بس انا فلاح اصلا بس دايما بلعب صعيدي بحب العب صعيدي قوي عشان سوهاج. لا ده ارتبط الإفيه ده في فيلم كابتن مصر. قلت لي انت منين؟ قلت له انا من سوهاج بلد المواويل. لا الاغنيه بتاعت دليدا. سوهاج بلد المواويل. ماشي ماشي يا عم توه توه. وانت يا شنام هقتل الواد اللي قتل ابوي، بعد كده اطلع اعمل له عمره. يا أصيل والله الواد الشناوي ده أصيل. تعمل عمرة لأبوه؟ وأعمل عمرة لأبويا ليه؟ هعمل للي قتلته. للي قتلته؟ أنت منين يا شناوي؟ سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل. اتفضلي. طيب أنت عايز تعمل إيه بقى؟ أه اتفضلي. أوكي. مين اللي هيلعب معاه؟ تعالى. استفهم ولا عشان ما برضه الولد مسؤول مننا. أيوه اهله مسلمينه. اهله مسلمينه بسركي. الله يخليك. يعني خليك حنين. اوكي اوكي انا عارفه انا حضرتك حافظ كل حاجه. نلف بقى سوا. ايه ده نلف بقى نتحدى بعض بقى. احنا بنفتتح ارض المعركه. لفوق نبتدي ننزل نخبط خبطه مع بعض. فوق فوق تحت تحت. ايوه بالظبط. نعمل باب بقى. ايوه كده صد بالظبط. زق. ايوه دي اللي استاذه كانت بتقول عليها دي. اتريق شوي اتريق شوي. قال يعني اللي كده دي. ايوه خلاص ايه ده بس كده حقيقي ما غلبته كده. انا شجعك. لا شفتي دي بقى شفتي. طب ده تصدقي ان هو ممكن يرقص راس التحطيم. اه والله ده بجد. ده لفها كده. انا برضو مش اي حاجه. انا مش فراغ ده. انا طبعا مش عايزين نقول كتير بحث. بس على بحث طبعا. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل زي البنات. اجي اه ده احنا هنتعلم. استنى بقى عشان بقى. اتفضلي. نعمل ابهار دلوقتي. تعالي. اهلا يا رب تنمرالي. لا وليها حركه كمان. اتفضل. يعني ليها برضو ستبايه لو نب. مرة يمين ومرة شمال بالإيد. هنرفع نبتدي نرفع إيدينا بقى. لا من تحت وهنبتدي نحرك. إيه ده؟ أيوة بالظبط. وتعدي من قدام وشنا. إيه ده احنا همنا الكلام ده. بعدين شمال. أيوة وتعدي من قدام وشي برضو. طب ما تيجي نجرب نمشي بيها بقى. دي يمين وشمال بالظبط. أيوة. لا احنا أنا يعني مؤاخذة يعني. مش معقول. بس أنا بقدف شوية معلش. لا 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 ده احنا هنبدل دلوقتي. ايه ده؟ هنبدل دلوقتي يعني انت تخشي مكانها خلاص كده. ايه ده؟ لا هي عديتيها صلصه وقعدتيهم في بيوتهم. الهزيمه ليها ناسها وكده. اتفضل. طب ما تيجي نجرب نرقص معاها. يلا اتفضل. بما انك غلبتيها اعمل ايه؟ نجرب بقى نرقص معاهم. احنا انا جاهزه. شفتي عملت ما شفتي لما عملتي دي؟ نجرب بقى نخش بيها كده وما ننساهاش. طيب. تنسيها. اوكي انا هاكد عليكي كده. دي من قدام بقى. والتانيه برده وانتي ماشيه تنسيش. اوكي عشان خاطري. لا مش للدرجه دي. نجرب. يلا نطلع. ايه اطلع يلا بينا يا رجاله. اقف هنا. احمد. الولد تلاقيش. خفيف خفيف عليه عشان خفيف. الله يبارك لك. خفيف. We'll be right back.
اناديل علشان راجع اناديل روح قول لي ايه اناديل عشان راجع اناديل جاي بعمري انا اديله جاي عشان عمري جديد يا ابويا واصل مش ناسب ميلك واصل روح قول له قريب واصل مش ناسب ميلك واصل راح افوت الغربة واجيلك ما اقدرش افوتك واصل روح قول له قريب واصل مش ناسب ميلك واصل روح قول له قريب واصل مش ناسب ميلك واصل راح افوت الغربة واجيلك ما اقدرش افوتك واصل سلامات يا ابو شال وردان جايب صحبة وردان سلامات يا ابو شال وردان جايب صحبة وردان سلم على حب ورداني وقول له انا جاي وضل بالايد يا ابو ناس لكن فاكرك مش ناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى يا جان مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى يا جان وانا سارح حاصل جاني وكل عشان ما افضلش بعيد يا ناس لكن فاكرك مش ناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس روح قول له حجيلك ناس لكن فاكرك مش ناس ده انا قلبي نسيته في دارك وعيونك اهلي وناس مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى يا جان مكتوبك يا اسمر جان بيقول لي تعالى يا جان وانا سارح حاصل جاني كل عشان ما افضلش بعيد يا برافو الله علينا الله علينا الله جميله حاجه جميله خالص برافو برافو شاطرين اللي بعده نتدرب برضو شويه عشان يعني تتدرب ايه ده انا ف انا احنا نقعد هم يتدربوا عشان احنا شويه يلا اتفضل يا فندم اتفضلي فين ده مفيش قطة أدب أدب